السلام عليكم. إدغار ديفيدز أحد نجوم خط الوسط في العقدين الماضيين، والذي رسم أفضل لحظات تألقه رفقة نادي المنشأ أياكس أمستردام ويوفنتوس الإيطالي. ورغم اعتزاله اللعب منذ سنوات، إلا أن تلك النظارات التي اشتهر بها لا زالت تثير التساؤلات حول سرها، فهناك من يشكك في ضرورتها ويدعي أنها مجرد موضة للفت الانتباه. وقد كان مظهر الهولندي بالشعر الطويل المضفر لافتاً أيضاً، إلا أنه لم يكن الوحيد المعروف بالشعر الطويل المجعد والمضفر، فمثله كثيرون، ولكنه الوحيد الذي يلعب بالنظارة، إذ لم تشهد الملاعب العالمية حالة مماثلة لديفيدز الذي اشتهر برجل النظارات لكونه يعيش حياته كلها مرتدياً نظارة سوداء داخل الملاعب أو خارجها في حياته الخاصة. استمرار ديفيدز في ارتداء تلك النظارات لمدة طويلة يعود إلى معاناة اللاعب من ضعف النظر بسبب المياه الزرقاء على العين، والتي تجعل عصبه البصري حساس جداً للغبار أو التراب. وقد قام اللاعب بجراحة ناجحة بالعين لإزالة تلك المياه الناتجة عن مرض يدعى الجلوكوما، وبعدها أجبره الأطباء على ارتداء النظارة طوال مسيرته بشكل وقائي لحماية عينيه. فهذا النوع من النظارات بألوان مختلفة مصممة خصيصاً للرياضيين، حيث تحميهم من الغبار والأوساخ التي قد تسبب ضرراً للعيون. ومن وقتها اشتهر ديفيدز بين زملائه برجل النظارات، فبات الهولندي يظهر في أي محفل رياضي أو اجتماعي بالنظارة حتى الآن، إلا في حالات قليلة ولوقت محدود.